يام فارس يلي بالفعل كان استبهاد، كان اكس فاكتور بكل معنى الكلمه. راح ياخذ محمد ابراهيم كمان بما انه بعد معي شويه وقت. محمد يعني عملته كنترول كثير مميز على الجيم، فرجيته قد ايه فريقهم حاضر، لكن بنفس الوقت كمان استفدته من المشاكل الاضافيه اللي وقع فيها فريق الحكمه، منها اصابه لاعبه الجديد براندن هيث. كيف بتلخص كل هالمباراه؟ انا انتبهت انه حتى تعود صراحه، كنا مركزين كثير صراحه، يعني صراحه غير جينا على الجيم نو ماتر وات، يعني مع حرام الحكم يعني كنادي شو عم بيصير معه اخر فتره. بقدم له كل كريدت عن جد، اللبنانيين اليوم الشباب يعني لاحظت اخر شيء عجيب كثير ضيقنا سكرام، يعني بعده الاجنبي كان اريح لنا صراحه، يعني كتقارن لبناني قلب اللبناني اللي عم يلعب ملعب مع الامريكاني بتلاحظت الفرق اليوم بالفعل. هيدي شباب الحكم يعني اليوم فرجوا ايه، هيدي رومارك كثير مهمه يا عم، لاحظتها اليوم غياث عن جد واضحه كانت واضحه جدا. مثل ما قلت جيم بلان حضرناه مظبوط، وي اكسكيوت رايت على الديفنس، لاحظت غيرنا نعمل تراب امرار نعمل موش نعمل سويتش، يعني صار اشياء نغير كل مره اللوكس للشوطه من برا امرار اعطيهم اياها من جوا. سو وي اكسكيوت ذا رايت واي، ديفنس هو كان الكي تبع الجيم، بس وي هاف تو ورك اجين. مثل ما شفت شو عملوا فينا اليوم على الريباوند الثيرد كورتر اخر واول رابع كثير اذونا، فوي نيد تو ورك اون ذس انه ما تصير مره ثانيه. شفناك يعني محمد عم تلاقي الانسايد جيم انت وفاردا بطريقه ممتازه، عم توصل له طابات تحت السله وهو عم يكون موجود، عم يقدر عم يكون عنده برزنس كثير مهمه تحت السله. مع غياب جوليان مثل ما حضرتك قلت اول شيء انه اثر كثير عليهم، يعني جوليان انتم بتشوفوه طويل وهيك بس مان اسم الله عليه عنده سايز ما يبين عليه يمكن كمسلز وهيك، بس عنده لور بادي يعني الزلمه كثير قوي يعني غيابه اكيد باثر كثير باثر، وكان يعني اوبن يعني مثل ما لاحظت فاردا هو مس ماتش تبعنا انه اف يو كان جو ان جيت ايزي باكيت يفتح لنا اياها، اللاعب بصير مجبورين يدبوا الشاي لجوا بنرتاح. مثل بيلي قديش انه بيلي ارتاح كثير على تروب بوينت 4 3 بوينتس اليوم مثلا من ورا فاردا، يعني لو ما عندك هيدا المس ماتش اللي جوا ما بترتاح تاخذ الشوطه، فلعبناها مضبوطه مثل الاول، بلشنا جوا قدرنا نعمل كنترول على البينت كله على الديفنس اول شيء وعلى الاوفنس، خليهم يدبوا علينا، حطينا تروب بوينت من برا جاي وبيلي توفقوا. وبعد الجيم يعني بس جيم 1 هي يوجوالي 50% اوت اوف، انا هيك بامن وحكينا يعني كذا الشباب بتحكي انه دائما جيم 1 سبيشلي اذا بتاخذها اواي 50% من السير. الجيم 2 كيف بتشوفه بجبال يوم الخميس؟ صراحه انا حناخذه المنتل تبعنا المنتل هيدا انه اخذينها كجيم 7 جيم 7 نحن يعني هيدي مصيري بينعاد. اي غياس انا اول شيء قطعت 50% من الشوار بس تاخذ على ارض حكمي، اول خساره لهم كان بغزير فتقريبا 50% صرنا قاطعين المشوار، وبعد يعني لونج سيريز بس فور اس سكند جيم. بس بدي اوجه تحيه لجمهور الحكمه عن جد، جمهور كان كثير اليوم حضاري، فجأة صوره كثير رائعه مع انه شوي سمعت حكي بس ما بيأثر، يعني انا ما بالعكس هذا الشيء اي سترايف فروم ما بزعل منهم طبيعي، هيدا الفيلينغ تبعوا لهم هو كان جمهورك سابق كمان هيدي ما عم يفهموه بس ما مشكله كلنا واحد اخر شيء. بدي اشكرك اكيد محمد ابراهيم، دائما مقابلاته مهضومه لمحمد ابراهيم.